مسخ برشا، ينظفوه يقعد قداش وبعد ما ينظفوش كلهم. هذا كنال، كنال تاع البيبول هذا من عز بلاد، هذا كان مسخ برشا هذا في القصيبه، ما ينظفوش. نظفوا مره هنا كلمتهم قلت لهم نظفوه، نظفوه ومشى ديما مسخ هذا، ديما مسخ ديما اكل هذا، يقصدوا به، يقصدوا به، يقصدوا به الحوض، يقصدوا به برشا حاجات. عنده ساك لا واحد في البحر، اللي ياكل كسكروت لا واحد في البحر، اللي يشرب دبو زمان لا واحد في البحر. ودك نقولوا احنا شبيه البحر مسخ، الناس مسخه عشان اللي ما يستاهلش، اللي ياكل لا واحد دبو زمان لا واحد في البحر، ويحط بين واحد البوبال ساك انا قدامي يوقف كهرباء ثميك، يوقف الكهرباء ومد ساك نتاع اللي ماشي نتاع اللي ماشي لا واحد في نتاع البلديه لا واحد في البحر. احنا دار نسابي في النهج العام في الزنقة العربي هذيك، في الشتاء هذيك تعوم تعوم عليها، كنت بنزرت مع عز بلاد تونس تجيها حتى سايح ما عادش يجي سايح، علاش هكا الفلاك متكسرين، علاش المشبك هذا موسخ يعمل ضربتين ويهرب. المتوازين في بنزرت تحديدا ايروبور بنزرت به هوني في الميناء، نحكي على الجماليه اليوم على الصوره الباهيه اللي كنت فما حاجه اللي العباد ماهيش فاهمينها، هو تلويح التلويح التلويح لي زوردور في البحر، اللي عنده ساك لا واحد في البحر، اللي ياكل كسكروت لا واحد في البحر، اللي يشرب دبو زمان لا واحد في البحر. ودك نقولوا احنا شبيه البحر مسخ، مش مسخ البحر، عمره ما كان مسخ البحر، البشر هو مسخ حاجاكم، اما البحر عمره ما كان مسخ. تو كيف تراك فليك مكسره هذا كي تاع تصليح مش تاع فهمني، هذا اللي عنده حاجه باش يصلحها ولا باش يعمل بعض حاجه يطلع ثميك يخدم خدمته وبعد يهبط الى بروف هاكا، فما ناس تخدم هاكا يخدموا يدهنوا ويقاديوا ويهبطوا. تبقى مش تقول لي انت على الشيخ، الشيخ هو من العباد كما قلت لك يا خويا، ناس مسخه عشان ما يستاهلش، اللي ياكل اللي لوحك دبو زمان لوحه في البحر، ويحط بين لوحش البوبال ساك انا قدامي يوقف كهرباء ثميك، يوقف الكهرباء ويمد ساك نتاع اللي ماشي نتاع اللي ماشي لوحه في نتاع البلديه لا لوحه في البحر، الى لوحه في البحر، الى لوحه في البحر. هذا غارب واش تحبني باش تحبني باش تعمل باش تقول تعمل تقعد تعارك مع العباد. كنا ديرني المو برك سيارة المدينة جابوا الفلايك وجابوا اللي ساكتة بوبيل وعباد بك القبة ذاك قاعدين يقطوا ويقديوا ويعملوا، وعاود الحكاية بيدة، هي بيدة روبلات. المجهودات موجودة، المجهودات موجودة. اليوم بنزرت شنو ينقصها؟ والله يا شو باش نقول لك، ينقصها برشا حاجات. نبداو ساعة بالصرف الكتير بتاعنا تاع الكياسات، الكياسات بتاعنا كلها خويا راك تشوف، وشوية تنظيف إعانة البلدية باش باش تزيد تتقوى يعني بيجيتير فهمتي، تولي مش باش تكثر لي بوبيل فهمتي، وينارة الكي الكي وهي ماشي ناقص ناقص هذا كله خويا امكانيات تحب له خاطر ناقص نارة في الليل ناقص نارة. تغش هذا البحر هذا مسخ مسخ برشا، ينظفوه يقعد قداش وبعد ما ينظفوش هاك كلهم، هذا كنال، كنال تاع البيبول هذا من عز بلاد، هذا كان مسخ برشا هذا في القصيبه، ما ينظفوش. نظفوا مره هنا كلمتهم قلت تو نظفوه، نظفوه ومشاو ديما مسخ هذا، ديما مسخ ديما اكل هذا، يغسلوا به ويغسلوا به، يغسلوا به الحوض، يغسلوا به برشا حاجات. علاه هكا كنت بنزرت مع عز بلاد تونس تجيها حتى سايح ما عادش يجي سايح، سايح وينو سايح؟ فما سياح، احنا نحبوا السياحه تجي لبنزرت، فما سياحه بالكل، كانت سياحة في بنزرت في اوتيل كورنيش في اوتيل ناظور في اوتيل جالتا في عين مريم في ريزيدونس، حتى السياح في بنزرت يقول مش يجيو السياح، وين السياح؟ ما فما سياح. خاطر
خاصة حتى نحكيو على معناتها موجودين هوني في الكنال بحذانا معناتها نعرفوها بلاصة مزيان على الآخر، القهاوي موجودين هوني منطقة سياحية محلاها، ولكن للأسف الشديد كي تتحول معناتها المنطقة السياحية ولات معناتها معني مصب حسب ما قاعدين نشاهدوا فيه مصب كنال ولا حاجة مصب تراها هكايا نظيف بعد يولي يصبوا سخ ماهوش معقول زاد هكايا بلاد من أعز بلاد ولاية مزر معناها سي بتيت باري هذه السما من أعز بلاد هذه كانت السياحة كانت تجي برشا من عام 86 قصت عام 2014 من 2014 توا حتى سياح من الكورونا توا حتى سياح ما جاء سايح الربي الماني ولا فرنساوي ولا طلياني ولا حتى شكون في في منزل فماش ترى كان العباد تونس نظفوش مره الكنال هذا يخدم مره مره في العام وقت قال للرئيس نظفوا البلاد رئيس السياحه جايه نظفوا هنا وكهو هاك ترى في هاك بحال هاك بحال هاك في هاك في تلوث هاك ما نكذبش عليك راه نكلمك بالرسمي راه السبب تاعو شنو قلت لي؟ ها؟ علاش هكاك تمسخ حاليا؟ حلينا هذاك من وقت بورقيبه هذاك الكنال يصب مصب مصب هذا نتاع المرشي نتاع الحوت يصب هنا. عاملين فيه معناتها مجرى نتاع هذا مصب هذا مصب مصب هذا هذا مصب تاع وسخ هذاك تاع نظيف بعد يولي مسخ بعد الماء مجبد هنا الماء وبعد ينقص الماء كي ينقص الماء ولا مش حتى الغاديك تاعو كان بحال مسخ ترى فيه مسخ برشا ناس يتشكوا منه والغادي الوسخ وكون الفلايك المكسرين هاك فما الوسخ ورا الفلايك زاد الوسخ يلوحوا العباد الوسخ في الليل قداش العباد مش حتى اللي راه يقول شي بنزرت هذا شي بنزرت بنزرت ولا مسخ برشا سيرتو الفليبور الفليبور مسخ فيه الريحه نحن الحين انا قاعد نشوف فما فليك مربوطه مريقل فما فليك مكسره معناتها مهشمه جمله واحده نورمالمون ما تقعدش هوني خاطر الصوره خايبه ولا معناها بلاص هي فليك هي فليك تاع العباد يتنظف هنا فهمني وبعد يجي باش يخدموا الارواح من تاع العباد تاع القصيبه تاع جماعه القصيبه مكسرين ما عندوش فلوس يصلح ما عندوش فلوس باش يصلح وين الفلوس؟ يعني با دارجون باش يصلح باش يخدم كلهم فليك كلهم مكسرين حتى واحد يخدم جماعة التقسيمة كلهم يستعدوا الربي كلهم حتى واحد يستعد كلهم مكسرين الفليك والفليك مظل الفليك من تالي مصب تاع وسخ بنزرت شحواله وشنو اللي ينقص؟ ياسر بنزرت تعجبني انا ولد بنزرت ولد بنزرت انا بنزرت هاك تشوف فيها ميتة بنزرت ما فيهاش دولاب دولاب ما فيهاش كان فيها دولاب تو نحكي لك حتى الدولاب حتى السايح مريت ولا هاني ندور حتى السايح من ريان دي تو لا الماني ولا قاوري ولا طلياني ولا شيء شيء ميتة بنزرت كان انتعاش الموسم السياحي والاقتصاد في بلادنا وقاعدين نشوفوا معناتها الحمد لله ربي معناتها رجعه السياح لبلادنا ولكن بنزرت كما نعرفوا بنزرت جد سامعني فهم برشا بلايص في بنزرت سياحي يجوا بالذم سواء سياحه داخليه ولا سياحه خارجيه صحيح انما هاك تشوف فيها بنزرت حتى سياح ما فيها عندها توا 14 سنه سياح ما فيهاش في بنزرت في حتى 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 التونسي حتى التونسي قليل تلقاه يدور هناك كل يمشي للبحر البحر تاع البحر تاعنا نظيف تحسين سالم محلاه البحر اما هنا مسخه لا فيريتي هنا شنو زون زون تاع التوريست يقول لك الفليبور وين الفليبور جيت حوس الفليبور يصور مغاديك ايران ايران مغادي نظيفه ويدخل هنا كله مسخ هنا كل غادي حتى الغادي حتى المشبط غادي كله مسخ بالرسمي كلام فيك كانت نظيفه محلاها بنزرت محلاها 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 تو ولات بنزرت مسخ برج ولي انا ولد سياحه والتوريزم والراد توريزم ونكلم التوريزم فهمت لك انت وين السياح لا اما توريزم لا اما سياحه ما حد شيء فما سياح يقول لك وين المدينه وين الفليبورت ادخل المدخل غاديك انت ورا المرشي هذاك بلا ادخل ورا المرشي غاديك تلقى بس وسخ ورا المرشي تاع الحوت تلقى بس وسخ البلديه ما فما فيها حتى مسؤول شكون البلديه؟ شكون مش تشكي؟ شكون مش تشكي؟ تشكي رئيس بلديه فماش رئيس بلديه فما رئيس بلديه ولا حد شيء ولا نايب النايب شكون باش يجيك حتى البلديه تدخل لها فما حتى حد انت ولد بنزرت واصيل بنزرت ولد السياحه كي تشوف تصور كما كاي شيء يوجع القلب كي نعمل مقارنه بين توا وبين قبل صحيح قبل قبل المحلاه توا خجوله كيفاش يقولوا نظفوا ينظفوا ما فماش ما فماش فماش ناس يصلح بالقدا وين تصلح ياك الخجوله هذا العام نعم وقت فرنسا هذا المجبد مسخ كله ترافيه تفرغ كله مسخ هنا كله مسخ ابدا من غادي حتى الغادي كله مسخ برا دور انت في الفليبون هاك الدبابز هاك الدبابز هاك البحر اكحل لقيت البحر اكحل هاك بعد يعمل مشبد حتى الماء حتى هنيك وبعد ينقص الماء ولا غادي كله اكحل ما فماش نظافه ما فماش نظافه بنزرت يا حصه عليها بنزرت يا حصه على بنزرت نعرفها بنزرت انا كيما مكتوب هي بلاد سياحه فهمني بلاد تورستيك والتورست ما فماش والروايح برشا حكم بعد الدار نسابي في النهج في الزنقه العربي هذيك في الشتاء هذيك تعوم تعوم
الزبله تعوم الوسخ يعوم تاع الرقارات. ها؟ البنيه التحتيه مش مخدومه. مش مخدومه، ماهيش مخدومه من عام يحاصر عليها. كانت المدينه ولا الكارتي العربي كان نظيف، تو كسب المجبد في ناحيه حسن النوري وين الديار يهبط المجبد وقدام المرش وسخ فهمني. ما فماش نظافه، ينظف شويه ويمشي يهرب. هذيك يعني الاولاني، انا الاولاني زيقوا قدام باب داري، مشيت حتى للبلديه، مشيت حتى لوزاره التزهيز، تقول لك هاي البلديه، تمشي البلديه يقول لك وزاره التزهيز، وزاره التزهيز تقول لك ديوان التطهير، ديوان التطهير تقول لك قدام داري انا، انا نسكن في زرزون، انا قدام داري انا توا قاعد كيك الوسخ الرقاره معبي بالماء، تمشي لفلان تمشي لفلان يقول لك انا البلديه يعمل اعمل مطلب. لو انا نعمل في المطلب، علاش نعمل في المطلب؟ معناتها يوم من اهم مشاكل بنزرت، من اهم النظافه. النظافه احنا نحبوا النظافه في بنزرت، سرتو البلاد بنزرت الفليبول نحبوا نظيف. هكا تريه كله اكل كله مسخ، علاش ما تخدمش؟ علاش هكا الفلايك مقصرين؟ علاش المجبد هذا مسخ يعمل ضربتين ويهرب؟ يعني نتكلم فيك بالرسمي، راني يعني ولد بلاد، والله نحب الكريمون، نحب قد قد.